أنا مغربي، أنا جاي من المغرب ونخدم لنا. والله تعرف في حاجة، فما فرق ما بين المروك ولنا، فهمت؟ المروك معناتها في برشا عباد يخدموا في الجبس، أما هنا في تونس ما فما، فما عباد قلال، فهمت؟ لنا تقدري تخدمي كل يوم، فهمت؟ ما تقعديش، فهمت؟ أما في المروك لازمك تخدم شهر شهرين وتقعد شهر شهرين، فهمت؟ مش كيف تونس هنا. أنا عندي خدمة هنا توم، جيت خسيسا على قبلها، فهمت؟ لا أنا في تونس. عسلامة. يسلمك. ربي يعينك. الله يبارك فيك يا حمود. شنو هي خدمتك؟ أنا نخدم في الجبس. فما توا الدومين هذايا ماشي في تونس في فلوس؟ إي شوية وبركة، أنا مغربي، أنا جاي من المغرب ونخدم لهنا. تخدم هوني قداش عندك هوني في تونس؟ عندي سبع شهور توا. جيت تخدم في الجبس، نقش الجبس. اه جيت نخدم في الجبس. توا من خير توا تخدمها في المروك ولا لهنا؟ والله تعرف في حاجه، فما فرق ما بين المروك ولنا، فهمت؟ اللي هو شنو الفرق؟ المروك معناتها في برشا عباد يخدموا في الجبس، اما هنا في تونس ما فما، فما عباد قلال، فهمت؟ معناتها انا نخدم لنا خير لي من المروك، فهمت؟ معناها تلقى حظك لهنا، تقدري تخدمي كل يوم، فهمت؟ ما تقعديش، فهمت؟ اما في المروك لازمك تخدم شهر شهرين وتقعد شهر شهرين، فهمت؟ مش كيف تونس هنا. عندكم غادي برشا يخدموا الجبس في المروك؟ برشا يخدموا الجبس، عندنا برشا يخدموا الجبس. هي تتعلموا تحت بعضكم ولا عندكم فورماسيون تقراوها؟ لا من تحت بعضنا، فهمت؟ كيما هكا واحد يجي يتحب يتعلم نعلمه هنايا، يخدم معايا صنيعي يعلم صنيعي. صحيت هكاك. او لهنا تتعامل المكثرية معناها مع التوانسة بالطبيعة، اما مثلا الخدام الصنيعي معناها تتعامل معاهم كيفاش؟ معناها كيفاش تخدم معاهم؟ هنا صنيعي معناته يخدم معايا هنا. معناها انت تخدم وحدك ولا تخدم معايا يخدموا معاك توانسة؟ لا يخدموا معايا توانسة. ما انت تمشي تخدم معاه؟ لا انا نخدم واحد، انا فهمت نخدم واحد، وفما واحدين توانسة يجيوا يخدموا معايا، فهمت؟ يحب يخدم معايا، فهمت؟ كيما نحكي معاك انا تو انا حاجتي بواحد، فهمت؟ اما هو معناته صعيب باش تلقى واحد يخدم معاك، فهمت؟ موش هما توانسة موش برشا يخدموا في الجبس، اكثريتهم ما يخدموش في الجبس، فهمت؟ مش كيف المروك برشا تخدم في الجبس، معناته نحبوا الحرف الصنعه هذه نحبوا احنا. مستوى الصنعة في المغرب عالي معناها بارابور لتونس؟ اي عالي بارابور لتونس. معناها ما عادش تخدموا البلافون العادي المستوي، وليتوا فما نوعية جديدة في الجبس قاعدة تطلع؟ هي فيها برشا أنواع، فهمت؟ كما نقولوا حنايا الصنعة هذه هي بحر، فهمتي؟ ولا مش محدودة، معناتها عند معناتها محدودة، فما فيها برشا، فيها نقيشة وفيها بزاف الحوايج، فيها بلافوات وفيها كشميال وفيها، فهمت؟ معناتها فيها برشا حاجات. هنا تخدم على حساب البلو، ديما تتبع مهندس، هنا البلو هو اللي يخدمك، فهمت؟ نوعية الخدمة اللي تاخوهم ديار عاديين صغار ولا معناها تاخو حاجة كبيرة تخدمها؟ أنا نخدم على اللي جات، فهمت؟ اللي جات نخدمها. أنا عندي خدمة هنا توم، جيت خسيسا على قبلها، فهمت؟ لا أنا في تونس. أنا كنت جيت في وقت كورونا، عملت شهر هكاك وروحت، وقت جات كورونا تسكرت الكل وروحت. والسيد هذايا اللي نخدم معاه هذايا الفلاح، تقولوا انتم فلاح هذايا، هو بقيت مكونيكتي معاه، فهمت؟ في الفيسبوك وهذه، وقت اللي حضرت خدمة هذه جيت نخدم معاه. تخدم زيدا مثلا خدمة تبدا كاملة جست انت باش تكمل فينيسيون هكا صغرونا هكا باش تكمل عليها؟ ها نكمل عليها. تساعدك معناها تخدم حاجات صغيرة؟ ما يقلقنيش، فهمت؟ المهم تخدم. انا جيت نخدم باش نخدم، فهمت؟ اللي جيت نخدمها، فهمت؟ ما يقلقنيش معناتها صغيرة ولا كبيرة، ما تقلقنيش، فهمت؟ ساعدتك الخدمة في تونس لهنا باش تستقر هون؟ ان شاء الله.